الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره العظيم، تفسير سورة القتال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: الذين كفروا، أي بآيات الله، وصدوا غيرهم عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها جزاء ولا ثوابا، كقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنت قلوبهم وسرائرهم، وانقادت جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم، وآمنوا بما نزل على محمد، عطف خاص على عام، وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه، وهو الحق بربهم جملة معترضة حسنة. ولهذا قال: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهم، وقال مجاهد: أمرهم، وقال أمرهم، وقال مجاهد: شأنهم، وقال قتادة وابن زيد: حالهم، والكل متقارب. وقد جاء في حديث تشميت العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم. لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي اختاروا الباطل على الحق، والذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم. ثم قال تعالى: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه السورة لها أسماء، تسمى سورة القتال وتسمى سورة محمد. بعض السور لها أسماء متعددة، من سورة غافر لها تسمى غافر، سورة المؤمن، وهكذا سورة النحل تسمى سورة النحل، تسمى سورة الأنعام. فبعض السور لها أكثر من اسم. سورة الفاتحة لها أسماء متعددة، تسمى الفاتحة، سورة الحمد، وأم القرآن، والسبع المثاني، والقرآن العظيم، وغير ذلك. يقول تعالى في هذه السورة الكريمة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا بآيات الله وجحدوا توحيده وصدوا غيرهم عن الإيمان، لم يؤمنوا بالله وزادوا على ذلك، زاد كفرهم أن صدوا غيرهم عن سبيل الله، صدوا أنفسهم ثم صدوا غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية.
أضل أعمالهم أبطلها فصارت هباء منثورا فلا ينفعهم ما عملوا ولو كان ظاهره ولو كان حسنا ولو كان صلة للرحم أو حسن خلق أو إحسان للجيران أو فعل إطعام المسكين أو غير ذلك لا تنفع بدون الإيمان، ولكنهم يجازون بهذه الأعمال التي عملوها الأعمال الطيبة يجازون بها يعجل لهم جزاءهم في الدنيا يعجلون بها صحة في أبدانهم ووفرة في أموالهم وأولادهم ثم يريدون القيامة مفلسين نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أبطلها فليس لهم ثواب، لأن الإيمان لأن الأعمال تصح إلا بالإيمان بالله ورسوله، وهؤلاء كفروا بآيات الله كفروا بالله ورسوله فلا ينفعهم أي عمل، وما كان من عمل خير فإنه يجازى به في الدنيا يأخذ جزاءه معجلا، والله تعالى لا يظلم أحدا ولا ينقص أحدا من ثواب أعماله ولا يحمل أحدا أوزار غيره. ثم قال سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصحاب لهم. والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، آمنوا صدقوا، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وعملوا الصالحات الواجبات أو الواجبات المستحبات، أدوا الأعمال الظاهرة والباطنة، وآمنوا بما نزل على محمد خصوصا بعد تخصيصا بعد التعميم يدل على أنها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته شرط في صحة الإيمان صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وآمنوا بما نزل وهو الحق من ربهم، أي جملة معترضة يقول المؤلف جملة حسنة، وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم يعني غفر سيئاتهم ووفر لهم الحسنات وأصلح بالهم شأنهم وأمرهم وحالهم. ثم بيّن سبحانه وتعالى السبب في افتراق الفريقين، سبب في إبطال أعمال الكفار وسبب في ثواب في إبقاء أعمال المؤمنين وثوابهم عليها، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق، فالكفار اتبعوا الباطل وكل ما خالف الشرع فهو باطل، اتبعوا الباطل فكفروا بالله وبرسله وصدوا أنفسهم عن الإيمان بالله وصدوا غيرهم فهم اتبعوا الباطل، وأما الذين آمنوا فإنهم اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله الناس في أمثالهم. الله تعالى يضرب الأمثال ويبين حال كل من الفريقين، حال المؤمنين وما لهم من الجزاء والثواب عند الله، حال الكفار وما لهم العقوبة والنكال. صلى الله السلامة والعافية. نعم صلى الله عليك. نعم نعم، ما يعملون تقربا إلى الله أو ليس تقربا، المهم يجازون بها في الدنيا، لأن التقرب إلى الله ما يفيدهم مع الكفر. صلى الله عليه وسلم. حتى نعملها بدون نية. نعم يجزون بها، يجزون بها جزاء معجل في الدنيا، والدنيا ما تسوي عند الله جل وعلا، وفرة في المال وصحة في الأبدان والأولاد وغير ذلك. نعم صلى الله عليك. ثم قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف، حتى إذا أثخنتموهم أي أهلكتموهم قتلا فشدوا الأسارى الذين تأسرونهم، ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم، إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا، وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشاطرونهم عليه. وظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، فإنه سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقلل من القتل يومئذ. بعثهم من الأسارى، نعم نعم. فإن الله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقلل منهم من القتل يومئذ، فقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية المخيرة بين فداء الأسير والمن عليه منسوخة بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج، وقال الآخرون وهم الأكثرون ليست منسوخة. ثم قال بعضهم: إن الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط ولا يجوز له قتله. وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسار بدر وثمامة ابن أثال. وقال ثمامة بن أثال رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له وثمامة بن أثال إيش؟ وقال ثمامة قبل، نعم أحسن الله إليك. وقال آخرون منهم: بل له أن يقتلهم إن شاء، نعم، لحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم، النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط من أسار بدر. وقال ثمامة بن أثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. وزاد الشافعي رحمه الله فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضا، وهذه مسألة محررة في علم الفروع، وقد دللنا على ذلك في كتابنا الأحكام، ولله الحمد والمنة.
وقوله حتى تضع الحرب أوزارها، قال مجاهد حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وكأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. قال مجاهد رحمه الله، نعم، حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، نعم، وكأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير أن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن سيبت إني سيبت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها. إيش وقال؟ نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله، نعم، حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير أن سلمة بن نفير أخبرهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سيبت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها، وقلت: لا قتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جاء القتال. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس حتى يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهكذا رواه النسائي من طريقين، عن جبير بن نفيل وعن سلمة ابن نفيل السكوني به. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نوف بابن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح، فقالوا: يا رسول الله، سيبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها. قالوا: لا قتال. قال: كذبوا، الآن جاء القتال. لا يزال الله يرفع قلوب قوم يقاتلونهم، لا يزال الله يرفع قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وعقر دار المسلمين بالشام. وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود ابن رشيد به. والمحفوظ أنه من رواية سلمة بن نفيل كما تقدم، وهذا يقوي القول بعدم النسخ، كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى أن لا يبقى حرب. وقال قتادة: حتى تضع الحرب أوزارها حتى لا يبقى شرك. وهكذا كقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ثم قال بعضهم: حتى تضع الحرب أوزارها، أي أوزار المحاربين وهم المشركون، بأن يتوبوا إلى الله عز وجل. وقيل: أوزار أهلها، بأن يبذلوا الوسع في طاعة الله عز وجل. وقوله: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم، كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران
وبراءة، في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقال في سورة براءة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال رحمه الله حدثنا يزيد ابن يحيى الدمشقي قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي ورجل كانت له صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويزوج من الحور العين ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر ويحلى حلة الإيمان تفرد به الإمام أحمد رحمه الله. الله أكبر. حدثنا يزيد ابن يحيى الدمشقي قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي رجل كانت له صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويزوج من الحور العين ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر ويحلى حلة الإيمان تفرد به الإمام أحمد رحمه الله. حديث آخر. إشكال عليها خليجة. نعم قال في مسند الإمام أحمد ما له من عندك عندي قال حسن أخرجه أحمد وإسناده غير قوي لأجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان لكن له شواهد. لا شك الحمد لله أن الشهيد أجره عظيم، والله تعالى يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. بين الله تعالى ما يفعله المؤمنون حينما واجهوا الكفار، قال إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخذتموهم فشدوا الوثاق، يعني أكثروا القتل فيهم، ثم بعد ذلك يكون الأسرى، ثم بين سبحانه الأسرى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، إما أن يمن عليه وإما أن يفاجأ. وجاء في الحديث أيضا أنه أيضا أمر ثالث هو القتل كما ذكر الشافعي رحمه الله، إما أن يقتل وإما أن يمن عليه وإما أن يفاجأ. قال تعالى ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح أعمالهم ذلك ولو شاء الله لانتصرهم، لو شاء الله نصر المؤمنين في الحال، ولكن اقتضى حكمة سبحانه وتعالى أن يبتلي هؤلاء بهؤلاء، يبتلي المؤمنون بالكفار ليعظم أجورهم وليتخذ منهم شهداء وليمحص ذنوبهم وليشفي صدورهم وليعذب الكفار بأيديهم إلى غير ذلك من الحكم. وإله سبحانه قادر على نصر المؤمنين، لكن له الحكمة البالغة في شرعية الجهاد وفي ما يحصل من الأجر والثواب العظيم للمؤمنين،
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم لن يبطلها سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا وعد لهم بالجنة. أعد قوله في فإذا لقيتم الذين كفروا ضرب الرقاب, شوف الكلام قوله نعم. فإذا لقيتم الذين كفروا ضرب الرقاب قوله تعالى نعم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب نعم. صلى الله عليك. يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين نعم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب, أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف نعم. حتى إذا أثخنتموهم أهلكتموهم قتلا, يعني أكثرتم منهم القتل نعم. نعم. فشدوا الوثاق الأسارى الذين تأسرونهم نعم. هذا بعد القتال بعد الاكثار من القتل نعم. نعم. ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم, إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا, وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم نعم. وتشاطرونهم عليهم. وظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر, فإن الله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقلل من القتل يومئذ, فقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض, تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم, لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية مخيرة بين مفادات الأسير والمن عليه, منسوخة بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية, رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقاله قتادة نعم. يا الحافظ يرى أن هذه الآية بعد آية الأنفال, لأن الأنفال الله تعالى عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسرى, والنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة شرع عليه أبو بكر رضي الله عنه بالبن عليهم, وأشار عليه عمر رضي الله عنه بقتلهم. ثم نزل القرآن ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض, تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وهذه الآية فيها الأمر بالاستكثار من القتل ثم الأسر بعد ذلك. قال إن بعض العلماء ادعى أن هذه منسوخة بقوله فإذا سلخ الأشهر فاقتلوا المشركين, وأنه ليس هناك تخير, إن هذا كان التخير الأول نعم. ثم صلى الله عليك. ثم قال وقال الآخرون وقاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج نعم. وقال الآخرون وهم الأكثرون ليست منسوخة, يعني الجمهور على نعم. الاسمه نعم. ثم قال بعضهم إن الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط ولا يجوز له قتله. وقال آخرون منهم بل له أن يقتله إن شاء لحديث قاتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسار بدر. وقال ثمامة ابن أثال رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ما عندك يا ثمامة, فقال إن تقتل تقتل ذا دم, وإن تمن تمن على شاكر, وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت نعم. وذلك أنه كان أسيرا في المسجد الله, فذكر ثلاث أشياء والنبي صلى الله عليه وسلم قرر على ذلك نعم. وزاد الشافعي إن تقتل وإن تنعم وإن نعم. تريد المال نعم. وقال الشافعي رحمه الله فقال الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استذقاقه أيضا. وهذه المسألة محررة في علم الفروع, وقد دلنا على ذلك في كتابنا الأحكام ولله الحمد والمنة كتاب الحافظ بن كثير سبق نعم. الأحكام نعم. وقوله حتى تضع الحرب أوزارها, قال مجاهد حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام.
وكأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال أمتي، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نوفا بن ابن نفير أن سلمة ابن نفيل رضي الله عنه أخبره أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سيبت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت: لا قتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جاء القتال. لا تزال طائفة من أمتي على الناس، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس، يزيغ الله قلوب أقوام يقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصيها، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ألا إن عقر، ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذا قال فيها ما قال فيها قال الحسن. نعم صلى الله عليه. هذا اللي قال فيه الحديث حسن بشواهده. لا ها، وهذا ايش قال؟ نعم قال صحيح اخرجه احمد واسناده حسن لاجل اسماعيل بن عياش. ها في اسماعيل صلح حط المكبر. نعم صحيح اخرجه احمد واسناده حسن لاجل اسماعيل بن عياش، فانه صدوق في روايته عن اهل بلده الشام، وتوبع عند النسائي في الكبرى وكرره من وجه آخر وإسناده صحيح. اللي بعده هو اللي حسن. نعم. نعم. وقال نعم. أبو نعم. وهكذا رواه النسائي من طريقين، عن جبير بن نفير وعن سلمة بن نفيل السكوني به. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن رشيد. قال رشيد. نعم. ابن رشيد أحسن الله لك. قال حدثنا الوليد المسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح، فقالوا: يا رسول الله، سيبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها. قالوا: لا قتال. قال: كذبوا، الآن جاء القتال. لا يزال الله يرفع قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وعقر دار المسلمين بالشام. وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن رشيد به، والمحفوظ أنه من رواية سلمة بن نفيل كما تقدم. وهذا يقوي القول الأول بعدم النسخ، كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى أن لا يبقى حرب. وقال قتادة: حتى تضع الحرب أوزارها، أي حتى لا يبقى شرك. حتى لا يبقى شرك. حتى لا يبقى شرك. وقال قتادة. نعم. وقال قتادة: حتى تضع الحرب أوزارها، حتى لا يبقى شرك. وهكذا كقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ثم قال بعضهم: حتى تضع الحرب أوزارها، أي أوزار المحاربين وهم المشركون، بأن يتوبوا إلى الله عز وجل. وقيل: أوزار أهلها، بأن يبذلوا الوسع في طاعة الله عز وجل. وقوله: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم، كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة، في قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم والصابرين ويعلم الصابرين. وقال في سورة براءة:
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه، كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا يزيد يحيى الدمشقي قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي يكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة. نعم يعطى نعم صلى الله عليه وسلم ونعم كانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الشهيد 6 خصال عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويزوج من الحور العين ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر ويحلى حلة الإيمان. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله. حديث آخر هذا قال فيه حسن نعم صلى الله عليه نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله أيضا حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بجير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقداد بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله 6 خصال أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويؤمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وقد أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن أبي قتادة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليك قال حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. طيب وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو وأبي قتادة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وروي من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وقال أبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. ورواه أبو داود والأحاديث في فضل الشهيد كثيرة جدا. الله أكبر. وقوله سيهديهم أي إلى الجنة كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقوله ويصلح بالهم أي يأمرهم أي أمرهم وحالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي عرفهم بما بها وهداهم إليها. قال مجاهد يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحد. وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا. وقال محمد بن كعب يعرفون بيوتهم إذا دخلوها كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة. وقال مقاتل بن حيان
بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو له فيعرفه كل شيء أعطاه الله في الجنة، فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل منزله وأزواجه وانصرف الملك عنه ذكرهن ابن أبي حاتم رحمه الله. وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضا. هذه الهدايا نوع من أنواع الهداية، الهداية أنواع، منها هداية الإلهام، قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه هدى ثم هدى، هدى العام إلى مراعيها والطيور إلى أوكارها والطفل هداه إلى ثدي أمه. ثم الهداية الثانية لبني آدم وهي هداية الدلالة والإرشاد، وهذه شمل المؤمنين والكفار. ثم الثالثة هداية التوفيق والتسديد خاصة بالمؤمنين. ثم الهداية الرابعة هداية المؤمنين للجنة، سيهديهم ويدخلهم الجنة، هذه هداية. والكفار كذلك إلى منازلهم في الكفر، هذه نوع من الهداية، سيهديهم يعني الجنة، سيهديهم ويصلح بالهم شأنهم وحالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، فهو يهتدي إلى مساكنه في الجنة، يهديه الله كأنه سكنها منذ خلق. وأما هذا يقول أنه يكون ملك بين يديه، هذا منقطع. بلغني إيش؟ قال من؟ قال بلغني أن ملك يكون. نعم. قال صلى الله عليك. قال بلغني أن الملك من قال عبد. نعم. بلغنا أن الملك الذي وقال من؟ وقال مقاتل بن حيان. بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة. هذا بلغ منقطع، أشكال عليه. قال ذكر بلغ بس بلغ بدون بلوغ انقطعنا، لكن لا يفهم صحيح أنها أن الله تعالى هو الذي يهديهم ويحتاج ملك، ما يحتاج ملك، هذا الملك هذا منقطع. قال بلغنا بدون خطاب والزمام، والآية صريحة في أن الله هو الذي يهديهم ويصلح باله، لا يحتاج إلى ملك. نعم. وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضا، رواه البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا لهم أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. قال ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. فعلى يا أيها الذين آمنوا، وهذا الحديث صريح، هذا البخاري أعد الحديث الحديث البخاري أعد الحديث. قال وقد ورد الحديث أيضا بذلك. نعم. وقد ورد في الحديث الصحيح بذلك. نعم. رواه البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا وأذن لهم في دخول الجنة. أذن حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الله صلى الله عليه وسلم يكون يعني، فكل واحد يهتدي بمنزله أشد من اهتدائه إلى منزله في الدنيا. أما قول مقاتل له ملك ولا ما ملك، هذا باطل، الحديث يدل على بطلانه، على بطلان قول من روى عن المقاتل قال بلاني، هذا
حديث صريح في البخاري لأنه يهتدي بنفسه أن الله تعالى يهديه، والآية كذلك، الآية والحديث سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم الله، والحديث أهدى فيصير له الهدى بمنزله من منزلته من هداية لمنزله في الدنيا. أما قول المقاتل هذا بلاغا نعم سم. سند ايش؟ ايه بجيل، بجير ولا بجير؟ براء عندي بحير، بحير بن سعد، بحير لا بحير بن سعد بن عليك بحير نعم عن بحير نعم بحير بن سعد بحير صحيح. قال بحير بن سعيد بن سعد ابن سعيد سعيد ولا سعد ابن سعيد قال ابن مخطوطة يحيى بن سعيد وهو خطأ، والصواب من المسند وكتب الرجال بهذا سعد مو بسعيد لا هنا بسعيد ها سعد خير بسعد راجع أنا ظن أحسن الله بحير بحير صح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أما بعد، أحسن الله عليكم، الحديث الذي ذكرتم أنه مر هذا مر في النسائي. نعم مر في النسائي كتاب الأيمان والنذور. في كتاب الأيمان والنذور أنا كنت بس منبه، لكن نعم ولا ذكر ما ذكر فيه أنه يهدي، لكن هذا هنا ذكر فيه وذكر ثلاث تراجم، ترجمة النذر من الحج ماشيا من خزيمة. ثم قال هدي الناذر، ثم اليمين بالمشي إلى الكعبة. يعني الترجمة الأولى مختصرة، يقول ذكر النذر الحج ماشيا فيعجز مختصر، ثم ذكر الترجمة اللي بعدها قال إن عليه هدي إذا عجز، ثم ذكر الترجمة الثالثة اليمين إذا كان يمين غير نذر، حلف يعني يمشي إلى الكعبة فيعجز. فيعجز الحالف عن المشي. ذكر أنه يكفر. هذا يحتاج إلى يعني جمع الطرق. هذا الحديث هدي النذر بالحج ماشي قال حديث فيها حديث عقبة بن عامر أنه سأل عن أخته نذرة أن تمشي إلى الكعبة فقال إن الله غني عن نذر أختك لتركب ولتهدي بدنه. إيش قال عندك؟ قال أستاذه صحيح؟ نعم أحسن الله إليك. قال أسناده صحيح. قال أسناده صحيح أخرجه البخاري ومسلم، لكن ما فيها فيها أنه يهدي في البخاري؟ ما فيها، لكن ما أشار إليها هنا في الحاشية. أحسن الله إليكم، هذا تقصير في التخريج، لا أقول بدون يهدي. نعم في كلام الشيخ الأثيوبي أحسن الله إليك في الشرح النسائي مرنا في النسائي احنا قرأناه. نعم مشكلة. قال في آخره والحاصل أن الصحيح روايته ولتهدي بدنه، وأما الصوم فلم يأتي من طريق تقوم به الحجة فلا يعارض رواية الهدي فتنبه. يعني الجزم بأن في هدي، والترمذي نقل على البخاري أنه لا يصح الهدي. ها في عندك كلام الترمذي؟ مش قال؟ ما عندي هنا أحسن الله إليكم، قرأناه المرة الماضية. قال عن البخاري أنه لا يصح الهدي. هذا الناذر، وكذلك اليمين الترجمة التي بعدها إذا كان يمين حلف أن يمشي إلى الكعبة ماشيا فيعجز. ذكر في رواية الشريك
قال تركب وتكفر يمينها. ايش قال على عندك؟ قال سند ضعيف. نعم احسن الله اليك. قال اسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي. طيب والحديث اللي بعده حديث ابن عباس الثاني ايضا عن شريك. ها هذا الذي قراته نفس الشيء احسن الله اليك. الحديثان قال اسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي. الحديث الثاني في شريك ايضا نفس الشيء. ها نعم إذن إذا ما تثبت الكفارة في المشي والكفارة في الهدي. هذا تقول البخاري الترمذي قال البخاري راجع كلام شو الترمذي يقول سأل البخاري. هذه من أسئلة أسئلة الترمذي البخاري أو نقلها بدون سؤال. أحسن الله عليك. ذكره الحافظ في ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. السلام عليكم. قال أحسن الله عليكم. قال فإن في بعض طرقه من رواية عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية فقال إن الله غني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه، وأصله عند أبي داود بلفظ ولتهدي هديا. ووهم من نسب إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ ولتهدي بدنه، وأورده من طريق أخرى عن عكرمة بغير ذكر الهدي، وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ جاء رجل فقال إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت وإنه يشق عليها المشي، فقال مرها فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي، فما أغنى الله أن يشق على أختك. ومن طريق كريب عن ابن عباس جاء رجل فقال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتحج راكبة ثم لتكفر يمينها. وأخرجه أصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. ونقل الترمذي عن البخاري أنه لا يصح فيه الهدي. ونقل إيش؟ ونقل الترمذي عن البخاري أنه لا يصح فيه الهدي. طيب إذا لا يصح. وكذلك في اليمين الترجمة العودة وكذلك إذا حلف لا يصح في الكفارة أيضا. يعني على هذا يركب إذا نذر أن يحج ماشيا يركب وليس عليه كفارة، وإذا حلف أن يمشي كذلك ليس عليه كفارة. هنا أيضا كذلك في ترجمة باب اليمين بنمشي للكعبة ذكر ابن عباس موقوف على ابن عباس قال حج من قابل فيركب ما مشى ويمشي ما ركب. ايش قال عليه؟ ضعيف ايضا اسناده في شريك. نعم يعد ايضا شريك. والحاصل انه هذا كما قال البخاري لا تصح الكفاره في من نذر ان يحج ماشيا، وكذلك ولا تصح الكفاره في من حلف أن يمشي ماشيا. إذا حلف أن يمشي ماشيا يركب وليس عليه كفارة، وإذا نذر أن يحج ماشيا كذلك يركب وليس عليه شيء حتى تثبت الكفارة. ولأنه نزل ولأنه نقله للأفضل. نعم لا تصح ما تصح البداية. البخاري يقول لا تصح. عارف احتاج على زيارة يعني جاء كلام العلماء وجمع شوف كلام في المغني. ها درس عندك المغني ولا الدرس القادم؟ شوف ما شاء الله.
نعم. صلش. نعم. حديث والله إن شاء الله لا أعرف عالمين فأرى غير خير منها. يعني والله لا أعرف عالمين فأرى غير خير منها. هذا إذا حلف مثلا أنه لا يزور فلان أو لا يأكل طعامه هنا لا يفعل، لكن هذا يعني يكفر عن يمينه، هذا إذا أراد أن يعدل عن يمينه، لكن هذا ما أراد أن يعدل، عاجز، هذا أراد أن يفعل اليمين بس ما استطاع، وذاك قادر على هذا لكن يريد أن يتركها ليفعل الأفضل، هذا يكفر عن يمينه. فشيئا فإذا حلف على شيء حلف أنه ما يفعل المعروف وما يفعل الخير هو قادر على ترك، حلف أنه ما يزور فلان قادر ما يزوره أو ما يأكل طعامه، لكن نقول لا الأفضل تزوره وتأكل طعامه وتكفر عن يمينك، اترك يمينك، اليمين ما تمنع فعل الخير. أما هذا ما يريد ترك يمينه، يريد أن يمشي ماشي بس ما استطاع، يريد لكن ما قدر، ما يريد ترك اليمين، يريد يفعلها لكن ما استطاع. والأول لا يريد، نقول له اتركها ولو كنت مستطيع، فرق يعني، هذا شيء وهذا شيء. نعم 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 أحسن الله إليكم. ذكر ابن قدامة في المغني في القسم الخامس المباح من أقسام النذر، قال القسم الخامس المباح كلبس الثوب وركوب الدابة وطلاق المرأة على وجه مباح، فهذا يتخير النذر خير بين فعله وبين كفارة اليمين، لكن ما ذكر المسألة هذه ما أشار إليه. ذكر أحسن الله إليك قال وعن أنس قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرام فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب. قال الترمذي هذا حديث صحيح ولم يأمر بكفارة. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين اثنين فسأل عنه فقالوا نذر أن يحج ماشيا فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه مروه فليركب، متفق عليه، ولم يأمره بكفارة، ولأنه نذر غير موجب لفعل ما نذره فلم يوجب كفارة كنذر المستحيل. ولأنه نذر ولأنه نذر غير موجب لفعل ما نذره فلم يوجب كفارة كنذر المستحيل. ولنا ما تقدم في القسم الذي قبله، فأما حديث التي نذرت المشي فقد أمر فيه بالكفارة في حديث آخر، وروى عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مروها فلتركب ولتكفر عن يمينها. صحيح أخرجه أبو داود، وهذه زيادة يجب الأخذ بها، ويجوز أن يكون الراوي للحديث روى البعض وترك البعض، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكر الكفارة في بعض الحديث إحالة على ما علم من حديثه في موضع آخر. ومن هذا القسم إذا نذر فعل مكروه. يعني كان يكون فيها قول لأهل العلم، قول الأول أنه يكفر وقول الثاني لا يكفر، ومن قدامة كان المذهب أنه يكفر، أنه يكفر، وهذا مبني على صحة الحديث. إذا صح الحديث البخاري يقول لا لم تصح، الترمذي لم تصح الهدي، على هذا يكون قول لأهل العلم، قول بأنه يكفر وقول الثاني أنه لا يكفر، مذهب الحنابلة والشافعية أنه يكفر، وهذا مبني على صحة الحديث التي فيها صحة يعني الحديث التي فيه الكفارة. ما قال الترمذي عن البخاري أنها لا تصح. على كل حال هم يعني هذا مبني يعني على النظر في الأحاديث وجمع طرقها، فإن ثبت أن الأمر الكفار صحيح قلنا بها، وإلا فلا نقول بها، ونقرأ فيها كما قال البخاري أنها
لا صح حتى تجمع النصوص والآثار في هذا. نعم أحسن الله عليكم. النذر من غير موجب. نعم نذر غير موجب مثل النذر المباح. نعم نعم المباح مخير بين فعله وكفارة يمين. نعم. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ وعن المجنون حتى يفيق. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمجنونة بني فلان قد زنت، أمر عمر رضي الله عنه برجمها، فرد علي رضي الله عنه وقال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين. فردها علي. نعم. وقال لعمر: يا أمير المؤمنين، أترجم هذه؟ قال: نعم. قال: أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. قال: صدقت. فخلى عنها. قال أبو بكر: وفيه دليل عندي على أن المجنون إذا حج به في حال جنونه ثم أفاق لم يجزه كالصبي. وش قال تخريجه؟ قال حديث صحيح. عندي خمسة رجال وثقات وله طرق أخرى. نعم وش قال عليه عندك؟ قال سبق تخريجه في مجلد سابق. لكن فيه نكارة، في سند نكارة. أبو ظبيان، مش كلام في أبو ظبيان، في كلام في أبي ظبيان. أبو ظبيان ما ذكر عندي هنا حسن. ما ذكر شيء. في نكارة من جهة كيف عمر يأمر برجمها رضي الله عنه ولم يتثبت وهو مجنونة، مجنون مرفع عنه القلم، يمكن يأمر برجمها هكذا من دون أن يتثبت. أحسن الله عليكم. في سنن أبي داود قال في الحاشية: حديث صحيح وقد اختلف في رفعه ووقفه، ومهما يكن فهو مرفوع حكما، كما قال الحافظ في فتح الباري، على أن له طرقا أخرى عن علي مرفوعة، وشاهدا من حديث عائشة السالف قبله مرفوعا كذلك. في إشكال كونه يأمر برجمها في نكارة، هذا في الرجم، في الرجم الزانية. لكن المؤلف استنبط منه، قال: في دليل عندي على أن المجنون إذا حج به في حال جنونه ثم أفاق لم يجزه كالصبي. هكذا بإطلاق. والأقرب أن فيه تفصيل، لما ذكروا أن الصبي إذا حج به ثم بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة أو بعدها قبل طلوع الفجر ثم رجع إلى عرفة ووقف بها أجزاها الحج، وكذلك المجنون إذا أفاق قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة ثم ذهب ووقف بعرفة قبل طلوع الفجر ليلة العيد أدرك الحج. ابن خزيمة رحمه الله ما فصل التفصيل. قال: أبو بكر فيه دليل عندي على أن المجنون إذا حج به في حال جنونه ثم أفاق لم يجزه كالصبي، إذا كان فاقته بعد عرفة. نعم لا يجزي. نعم بعد عرفة. أما إذا فاق قبل عرفة أو قبل عرفة أو بعدها قبل طلوع الفجر وذهب ووقف بها أدرك الحج وصار حجه فرض. باب ذكر الترجمة، باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ وعن المجنون حتى يفيق. وش استنباط المؤلف من هذه القصة؟ أن علي رضي الله عنه صح الحديث، ذكر الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون وعن الصبي، أنه مرفوع عنه القلم. وإذا كان مرفوع عنه القلم وحج فإنه لا يجزي عن حجة الإسلام.
واضح الاستدلال، لكن نقول هذا لابد من التفصيل السابق. إذا كان إفاقة بعد عرفة، نعم لا يجزي عن حدث لسان الصبي وكذلك المجنون. أما إذا فقته قبل الوقوف بعرفة أو بعدها قبل وذهب قبل طلوع الفجر وذهب ووقف بعرفة أدرك الحج وكان فرضا. نعم هذا التفصيل معروف. نعم هذا التفصيل. نعم المؤلف هنا بخزيمة يعني ما فصل التفصيل. نعم أحسن الله إليكم. أبو ظبيان هذا في التقريب قال ثقة، لكن ابنه قابوس بن أبي ظبيان ضعيف. هنا ما في ما في رواية عن ابنه، حديث ما في رواية عن ابنه. أحسن الله إليكم. المهم على صحة الحديث، يعني قول صح الحديث استنباط المؤلف نقول فيه لابد فيه من التفصيل. نعم باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على هذا فرض الحج لا يسقط على الصبي ولا على المجنون إذا حج في حال صباه ولا في حال جنون، هذا إجمالا، لكن التفصيل السابق معروف هذا. نعم من الأدلة. أحسن الله عليك. باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه. رفع القلم عن ثلاثة، عندك عن الصبي، عندي عن الصبي، والدليل على أن قول النبي رفع القلم وإيش عن الصبي. لا عن ثلاث. نعم نعم أراد إيش؟ أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه، لا أن القلم مرفوع عن كتبه الحسنات للصبي إذا عملها. نعم يعني هذا الترجمة فيها أن قل رفع القلم عن ثلاثة، يعني قلم الوزر والإثم، أما الحسنات فلم يرفع القلم بل يكتب لهم حسنات. هذه الترجمة فيها أن الصبيان تكتب لهم الحسنات ولا تكتب عليهم الأوزار. نعم أنت أحسن الله إليك. الطبعة الثالثة الأعظمي كذلك رفع القلم عن الصبي. بس أحسن الله إليك. المجنون إذا عمل الحسنات طيب ثلاثة عن ثلاثة وذكر كما في الحديث السابق من هو الصبي. نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعته من إبراهيم بن عقبة قال سمعت كريبا يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر من مكة، فلما كان بالروحاء استقبله ركب فسلم عليهم فقال من القوم؟ قالوا المسلمون، فمن أنتم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة منهم فرفعت صبيا لها من محفة فأخذت بعضلته فقالت يا رسول الله. بعضلته كذا عندك؟ نعم أحسن الله عليك. قال في المطبوع بعضله. نعم. فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال ولك أجره. قال إبراهيم فحدثت بهذا الحديث ابن المنكدر فحج بأهله أجمعين. هذا الحديث مسلم في صحيحه، معروف الحديث في مسلم. نعم. قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان ولم يقل ففزعت، وقال فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقال في كلها عن إيش؟ لو يقصد أنه لم يقل حدثنا. طيب إذن الحديث فيه دليل على أن الصبي إذا حج به فحجه صحيح ويكون الأجر له. قال ولك الحج يكون الحج له ووليه له أجر آخر، أجر المعونة والسبب. قال ولك أجر، دل على أن الصبي يصح حجه وتصح صلاته ويثاب عليها، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام إذا بلغ. نعم باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ.
قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى وإذا حج الأعرابي فهي له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى. أخبرني بندار وأبو موسى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله موقوفا. قال أبو بكر هذا علمي هو الصحيح بلا شك. قال أبو بكر هذه اللفظة وإذا حج الأعرابي من الجنس الذي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات، وهذه اللفظة إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فلما فتحها وخبر أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابي والمهاجر في الحج، فجاز عن الأعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة. طيب، في الحديث الآخر بدل المهاجر العبد، أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه الحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه الحج حجة أخرى بدل المهاجر. نعم، أي بدل المهاجر العبد، هذا صحيح. العبد إذا حج أذن له سيده ثم أعتق عليه الحج حجة الإسلام، والصبي إذا حج صح حجه وإذا بلغ حج حجة أخرى. لكن بقي الأعرابي، هذا في الأعرابي هذا في إشكال. الأعرابي صحيح، يعني إسلامه صحيح، والأعراب الذين بقوا الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في أماكنهم أو في بلدانهم ولم يهاجروا المدينة قال ليس لهم في الفي شيء حتى يشاركوا في الجهاد، ولم ينكر عليهم. فالأعرابي هم المستضعفين. الأعرابي إذا حج وما دام مسلم كيف يعيد الحج مرة أخرى وهو مسلم؟ إشكال علي عندك تخريجه. أحسن الله إليك. قال إسناده ضعيف إذ لا يصح رفعه، والصواب فيه الوقف كما رجحه المصنف. قال ابن عدي بعد أن أخرجه من طريق الحارث وحده، وهذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال عن يزيد بن زريع، وأظن أن الحارث بن سريج هذا سرقه منه، وهذا لا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهما، ورواه ابن أبي عدي وجماعة معه موقوفا. وقال ابن حزم في المحلى أوقفه ابن أبي عدي عن ابن عباس من قوله، وأوقفه أيضا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس من قوله، وأوقفه أيضا أبو السفر وعبيد صاحب الحلي وقتادة على ابن عباس. وقال الخطيب البغدادي عقب تخريجه الحديث لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو غريب. هذا كلام الفحل. نعم. شو الإسناده ضعيف؟ إسناده ضعيف إذ لا يصح رفعه، والصواب فيه الوقف. طيب، هنا الشيخ ناصر صح قال سنه صحيح، وإعلان المؤلف إياه بالوقف لا وجه له عندي، لأن ابن منهال ثقة حافظ وقد زاد الرفع، وزيادة الثقة مقبولة، هذه الثقة مقبولة عند المتأخرين المحدثين، ولعله ذلك أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ومخرج في الأرواء. ناصر من طريق محمد المنهال هو الصحيح كما قال ابن خزيمة. شان الصحة والصواب ضعف والصواب ضعيف. أحسن إليكم. لكن الحديث الآخر اللي فيه الصبي والعبد لكن أيضا كذلك اختلف في وقفه وفي إشكال في حج العربي. أحسن إليكم. هذا الحديث النبي قال إذا حج نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، فإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى. أحسن الله عليكم. في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة عن حج الأعرابي، قال: فصل. وإذا حج الأعرابي ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر أصحابنا المتأخرين. وقال أبو بكر: لا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وعليه حجة أخرى. وكلام أحمد محتمل. قال في رواية: هذا حديث ابن عباس في الصبي يحج ثم يدرك، والعبد يحج ثم يعتق، عليهما الحج. وكلام أحمد محتمل. قال في رواية: هذا حديث ابن عباس في الصبي يحج ثم يدرك، والعبد يحج ثم يعتق، عليهما الحج. قلت: يقولون إن فيه الأعرابي يحج ثم يهاجر. قال: نعم، والأعرابي في حديث ابن عباس عليه الحج، فيجوز أنه قاله آخذا به، ويجوز أنه لم يأخذ به، لأنه قد روي حديث محمد بن كعب القرظي المرسل، لأنه قد روى حديث فيقول آخذ إيش؟ أحسن الله عليكم. والأعرابي في حديث ابن عباس عليه الحج، فيجوز أنه قاله آخذا به، ويجوز أنه لم يأخذ به، لأنه قد روى حديث محمد بن كعب القرظي المرسل واعتمده، وليس فيه ذكر الأعرابي. واحتج أبو بكر بما رواه بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حج المملوك أجزأ عنه حج أجزأ عنه حجة المملوك، فإذا عتق فعليه حجة الإسلام. وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه القصة، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. انتهى. أحسن الله. أبو بكر، من أبو بكر هذا؟ على غلام الخلال. وانا غير هنا أبو بكر أبو خزيمة. نعم، شو قال؟ أخبرني بندار أبو موسى. قال حدثنا بندار، قال حدثنا محمد بن المنهال، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا شعبة عن الأخبار السليم الثاني. أحسن الله عليك. الثاني أخبرني، قال أخبرني بندار وأبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله موقوفا. قال أبو بكر: هذا علمي، هو الصحيح بلا شك. يعني أنه موقوف، ها؟ هذا علمه الصيب الفك أنه موقوف. طيب، قال أبو بكر: قال أبو بكر: هذه اللفظة وإذا حج الأعرابي من الجنس الذي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات، وهذه اللفظة إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فلما فتحها وخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابي والمهاجر في الحج، فجاز عن الأعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها. فجاز عن الأعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة. طيب، يعني ايش علاقة سقوط فتح مكة سقوط الحج عن الأعرابي؟ هذا في الهجرة. قال في الحديث أحسن الله عليك: فإذا هاجر فعليه حجة أخرى. والهجرة هي المدينة خاصة بالعربي، حتى اللي في بلدانهم مأمور بالهجرة. تخصص العربي حج العربي فيه لو حج فإذا هاجر، لماذا خص العربي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة العرب وغير العرب، كل من أسلم عليه أن يهاجر حتى يكثر سواد المسلمين في المدينة، سواء عربي وغير عربي. فتخصيص العربي فيه إشكال،
نعم قال, قال أبو بكر هذا علمي هو صحيح بلا شك أنه موقوف. نعم هو موقوف يعني قول أبو بكر هذه اللفظة إلى حجر العربي يعني هذا يعني بعد صحة الحديث. قال أبو بكر هذه اللفظة إيش؟ قال أبو بكر هذه اللفظة وإذا حج الأعرابي من الجنس الذي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات، وهذه اللفظة إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فلما فتحها وخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابي والمهاجر في الحج، فجاز عن الأعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة. وهذه اللفظة إن صحت، أي لفظة؟ إذا حج الأعرابي، يعني هذا إذا حج الأعرابي، يعني كان المؤلف الآن يرى أنها لا تصح، لكن لو صحت فهذا هو الجواب. ولهذا المؤلف قال هذا علمي هو الصحيح بلا شك، يعني أنه موقوف والموقوف ضعيف، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن عباس واجتهاده، قد يكون اجتهاده اجتهاد منه، يكون اجتهاد منه. ولكن لو صحت أيوة هذه اللفظة فيكون هذا الحكم قبل فتح مكة، فلما فتح مكة انتهى الأمر. نعم لأنهم ما هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ما يعتبر لهم حج مستضعفين. وعلى هذا فال يعني الصبي يحج قبل البلوغ، هذا ما في إشكال، الآن ترجمة باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ هذا يحج ما في إشكال، وكذلك العبد، بقي المهاجر، الإشكال في المهاجر، هذه اللفظة لا تصح. يقول المؤلف ولو صحت فهذا محمول على أنها قبل فتح مكة، لو صحت، ويرى أنها لا تصح، قال هذاك علمي هو الصحيح بلا شك. أحسن الله إليك، في تعليق ابن الملقن على هذا الحديث في البدل المنير قال فائدة المراد بالأعرابي هنا الكافر، إذ كان الكفر هو الغالب حينئذ على الأعراب، وقد نبه على ذلك ابن الصلاح في مشكله قال وقد جاء إطلاق الأعراب والمراد بهم الكفار في غير هذا الحديث. وقال ابن حزم في محلاه احتج كلام آخر هذا حسن الله إيش قال عد كلام قال قال فائدة المراد بالأعرابي هنا الكافر إذ كان الكفر هو الغالب حينئذ على الأعراب، وقد نبه على ذلك ابن الصلاح في مشكله قال وقد جاء إطلاق الأعراب والمراد بهم الكفار في غير هذا الحديث. وقال ابن حزم في محلاه احتج من لم يرى للعبد حجا بهذا الحديث قال ولا يخلو أن يكون صحيحا أو غير صحيح، فإن كان الثاني فقد كفيناه، وإن كان الأول وهو الأظهر لأن رواته ثقات فإنه خبر ولا يخلو إيش؟ ولا يخلو أن يكون صحيحا أو غير صحيح. نعم. فإن كان الثاني فقد كفيناه، وإن كان الأول وهو الأظهر لأن رواته ثقات فإنه خبر منسوخ بلا شك، برهان ذلك أن هذا الخبر بلا شك كان قبل فتح مكة، لأن فيه إعادة الحج على من حج من الأعراب قبل هجرته. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا هجرة بعد الفتح، فإذا صح بلا شك أن هذا الحديث فإذا قد صح بلا شك أن هذا الحديث كان قبل الفتح. هذا كلام ابن حزم؟ نعم أحسن. كلها ظاهر يعني في ثبوتين الله، هذه ولو صحت فهذا يكون بعد فتح، وفتحت مكة والحمد لله ما في إشكال، فتحت مكة يعني يصير الآن حج صحيح العربي،
عليكم رب مكة، ولكن في صحة نظر الترجمة ما فيه إلا الصبي، لكن الحديث فيه إضافة المهاجر وسهل أجد الإشكال. نعم أحسن الله عليكم. باب حج الأكرياء والدليل على بارك الله فيك، وفق الله جميع طاعته.